تشاو بونجورنو، أنا في حي كالسا أو حي الخالصة بالعربي، بناه المسلمون في باليرمو صقلية، وفي انتظار جوهر صقلي ابن المدينة سوف يعرفني على هذه المدينة أو على هذا المتحف المفتوح. إيه قلت لي علاش يسموه الخالصة؟ الخالصة هي اللي هي كانت يعني كل بنا يعني حصن بنوه الفاطميين اللي يعني اللي سيطرة على الغوغاء اللي زرت في صقلية لما كانت هي فراغ في السلطة، فهم أرسلوا الجنود هي كانت هي في منطقة هي يعني معزولة يعني شوية برا من كما كانوا يعملوا يعني حتى العثمانيين. الخالصة هي كانت هي يعني معقل أو ثقنة، فهمت؟ يعني كبيرة وين للجنود اللي أرسلوها من إفريقيا اللي سيطرت على يعني على بعض الانتفاضات اللي صارت في صقلية، يعني عصيبة السيطرة عليها، لأن فيه يعني التضاريس هي تكون واعرة، وفيه وهي جزيرة، إذا فهذا كون يعني بعض الخصوصية في صقلية يعني تاريخيا كانت هي جزء من دولة أخرى دائما، إلا في الفترة النورماندية لما كان النورمانديين يعني جاءوا إلى صقلية فاستقروا بها ويعني واتخذوها يعني مقرا لهم. من بانورموس إلى بالارموس أو بالارموس حسب بعدين صارت باليرمو. باليرمو عند صقلية هي عند يعني مشكلة تاريخية، لأن صقلية ما هيش بحجم دولة متكاملة. باليرمو كانت عاصمة، نابولي كانت عاصمة، فيرنسا كانت عاصمة، ما عندكش لا في فرنسا ولا في انجلترا. في بداية القرن العشرين هي كانت من المراكز السياحية العالمية لسياحة الارستقراطيين والموسورين. ما يفوق 20 مسرح استقرت بعض العائلات الإنجليزية النبيلة. هذه كنيسة أخرى وهي ممكن الواحد هو يستبدلها بجامع، لأن هي عند القبب الفاطميين. هذه هي كبيرة، أوكي؟ أما هذيك هي يعني أكبر شجرة في أوروبا. الأغصان هي عروق بالفعل. العروق هي تتدلى وتنغرس في التراب. وهي هكا شوف يعني كل هذه ما هو الجذع، الجذع ما نعرفش وين هو.